يوم 14 جانفي في حسن بن عثمان نذكروا به أنه خرج وقت اللي بن علي مازال في تونس، مازال ما هربش للسعودية، مازال ما غادرش تونس. خرج حسن بن عثمان وقال بن علي مات، وفي التلفزة الوطنية، التلفزة وقتها تونس سبعة، مع ما ثلاثة غير أربعة يظهر لي. الأربعة غير أربعة. منرجعوا لها شوية بما أننا اليوم عاملين حلقة على 14 جانفي في حسن، وبعد تو نشوف رأي ضيوفي. أنا نحب نسألك سؤال معناها يمكن يتبادر الرأي أي تونسي. الشجاعة اللي عملها حسن، والشجاعة اللي تكلم بها، والجرأة اللي تكلم بها في عقر دار السلطة، معناها في قناة تونس سبعة اللي كانت مؤسسة تابعة للسلطة. جي تقول بن علي مات. أي. جي تقول بن علي مات. أول سؤال، هل أنت كنت في حالة وعي معناها كامل؟ إيه خرق العادة. والله العظيم سؤال يعني رشيق وفي محله تماما. بالرسم. يعني ثم توانسة قال لك أحسن معناها نشوفه فيه في التلفز وكذا، ربما يكون غلطته بعض المواد أو أنا بعض. أنا الخمور أشربها حين يعني تتعتم السماء، يعني أشربها في الليل لكي أذيء بها ليلي، إنما يعني ساعتها تم في النهار يعني معناها مستحيل. ولذا وحتى ولو يعني تم الصحاب ولا تمشي فوق الصحاب أحييك، هذا هو التعبير الشعري. كيفاش عرفت انت احسن من الخمر تخليك تمشي فوق الصحاب؟ يشرب الخمر الالهي بين قوسين. عندي زميل توف في رحمه الله، الله يرحمه، انا لا اشرب الخمر. قلت له اذا تعطيني نص مبدع ساشرب. قعد يخمم كل يوم كل يوم، قال لي وبعد قلت له احكي لي على اللي يشرب الخمر كيف تكون حالته. قال لي ترى نفسك تحمل تسير فوق السحاب تحمل فانوسا. قلت لا ما يقنعنيش، اما يبدو لي بان يقنع حسن هذا. والله يا اخي عليها يعني، لكن قلت اما حسن راه خليك عشاك راه خليك تشرب. على كل حال خاطري نجم انا دائما نحل ثانويه في هذا الموضوع، وعنده هو لطافته وفهمه اللطيف الحقيقه للمساله هذه. انما يعني انا نحب بربي يا سمير، انا اللي يجرحني في الموضوع انه كيفاش التوانسه الاغبياء خليك تعممش. الله يخليك الله يخليك، سامحني خلينا نكمل. واحنا ندفع الثمن يا ودي ما ندفع حد شيء. التوانس الاغبياء يتصورون ثورتهم نطق بها لساني سكران. انا لساني سكران قلت بن علي مات، وهذا يشيع فيها الاوباش اللي نعرفهم لا، وعندهم ماكينات جهنميه وهم يطعنون في انفسهم ولا يطعنون فيه. عليهم اللعنه بجاه النبي واله. وثانيا بربي حاب نقول لك حاجه اخرى، السيد قيس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه الحاليه يعني اخيرا يعني في احد الاجتماعات العموميه قال يعني ما يوم 14 يوم اجهاض الثوره التونسيه، بالنسبه لي يوم 17 ما هو البلاش فالجدد اللي يؤمنون انه يعني كانها ثوره شيوعيه جديده نتاع 17 وعلى وزن اكتوبر 1917 لينين الناس هذولا. الان جي يقول يعني ما يعني يلزم يحاكمني سيد قيس سعيد بما اني اجهضت الثوره ما دام قلت بن علي مات وما خليش تونس يعني تدخل في حمام دم ويقتلوا بعضهم التوانسه في حرب اهليه شنيعه شنيعه، لانه كان شدت بعضها في تونس راه وريتش. اما الحمد لله ربي يعني معناها الهمنا فقلنا تلك الكلمه. اي كيفاش قلت؟ فسمعها بن علي فغادر بارك يرحمه. سمعها فغادر؟ طبعا سمعني فغادر. ماليش هنا انت اللي خرجته بن علي؟ يا ودي بن علي ما هو، لانه يا حبيبي لازمك تفهم وراه التلفزه والتلفزه الرسميه في اي نظام العالم الثالث حين يطلع واحد ويقرا البيان الاول ينقلب النظام كله. هذا ما تعرفوه ما تعرفها الحكايه هذه. السيد في قصره ناس ماتت وشهداء وانت خرجت بن علي. انا كنت مش نموت، كنت نمشي مسحوق. اي صحيح الشاوي هذا صحيح. وانا ندخل التلفزه وانا معناه غمرت وش غمرت إيه؟ فكرت فيها فكرت فيها يا ودي حضرتها ما فكرتش فيها. يعني فما سياق يعني انزلق بنا الى غالي الى تلك الحدود.